الأسوار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من دبي مع المطور العقاري الفاخر دمك يلي أعلن عن زيادة الأرباح بنسبة 18% بالربع الثاني نتيجة الطلب القوي والمتزايد على العقارات الراقية بالرغم من التباطؤ العام بالقطاع العقاري بالإمارة. وبالأرقام بلغت الأرباح 253 مليون دولار بثلاث أشهر المنتية ب 30 حزيران مع مبيعات بقيمة 1.68 مليار دولار بالأشهر الستة الأولى من السنة، أي بارتفاع بنسبة 75% مقارنة مع السنة الماضية. بحب شير إلى أنه منافس دامك أعمار سجل انخفاض طفيف بمبيعات العقارات بالربع الثاني من السنة. منضل بدبي وبالقطاع العقاري مع تقرير النصف سنوي للتعاملات العقارية الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي يلي كشف أنه استثمارات الخليجيين بسوق دبي العقاري وصلت لنحو 19 مليار درهم بحيث تفوق مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة على المستثمرين الخليجيين من حيث القيمة الإجمالية للاستثمار بالقطاع العقاري بمدينة دبي ويلي وصلت لأكثر من 12.5 مليار درهم بضعفي إجمالي الاستثمارات الخليجية والبالغة 6.5 مليار درهم. ومننهي مع صانعي لعبة كاندي كراش الشهيرة كينغ يلي خفضت توقعات سنة 2014 بعد التراجع بأرباح الربع الثاني من السنة. كينغ عم يسعى لإطلاق كاندي كراش سيستر تايتل بالفصل الرابع من السنة وهي إحدى الوسائل للحفاظ على نجاح الشركة وإلا مصيرها بيكون مثل صانعي لعبة فارمفيل وأنجري بيرز حيث انطلقوا بنجاح هائل ومن ثم الهدوء التام. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكره.